بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده تاني محاضرة في كورس البي اتش بي ويب ابلكيشن مانسترز بتاعنا، واللي هنتعلم فيه كل حاجة عن البي اتش بي بالتفصيل. خلونا نبدأ سريعا كده ونتكلم عن المحاضرة بتاعت النهاردة، واللي هو ازاي البي اتش بي ابلكيشن بيشتغل. ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تعرفها. طيب خليني اقول لك ان احنا حبه منا كده من الناس اللي بتعرف تكتب بي اتش بي، او حتى الناس البسيطه اللي هي فهمت عن البي اتش بي من بعيد، بتقول لك انا اول ما بحط الرابط بتاعي في المتصفح وبدوس انتر، البي اتش بي على طول بتشتغل معايا، او في ريكويست او طلب بيروح للسيرفر وبعد كده بيرجع لي حبه داتا بال HTML. انا هتكلم عن المحاضره دي وانا عارف ان انت فاهم يعني ايه سيرفر ويعني ايه ويب سيرفر، تمام، ويعني ايه ويب ابلكيشن من خلال البلاي ليست بتاعنا اللي احنا قلنا ان انت هتتفرج على الفيديوهات بتاعتها اللي اسمها بيفور اي ستارت ليرنينج، تمام. طيب فدلوقتي المتصفح او البراوزر بتاعنا بيبتدي ان هو يترجم حاجات جواه ويعرض لك ال HTML بتاعك، ودي الفكره الاساسيه على فكره اللي احنا المفروض نكون عارفينها، ومفيش اي مشكله، ما ده طبيعي جدا ان انا اكون عارفه، بس ده من بره. جوه تحديدا في حاجه تاني خالص بتحصل، تمام. السيرفر اصلا ازاي بيعمل ده مع البي اتش بي، وازاي بيعمل كل ده جوه البي اتش بي، تمام. حتى لو انت اصلا بتبني بي اتش بي ابلكيشن ومحترف خالص دلوقتي، تمام، فانت المفروض تكون عارف ايه اللي بيحصل بين البي اتش بي والسيرفر والمتصفح. تقول لي ليه يا عم؟ انا عارف ان الموقع بتاعي بيلود وخلاص، انا ببني ابلكيشنز بالورد بريس مثلا او حاجه زي الحاجات دي، وعارف ازاي بيحمل. ليه مضطر ان انا افهم الحاجات دي كلها واخش فيها؟ ما هو انا دلوقتي مش محتاج كل ده والوقت ده كده هيضيع. هقول لك لا، بص، هو حقيقه ان انت فاهم ازاي ده بيحصل وان انت بتبني وخلاص، بس ان انت تبقى فاهم ده بيحصل ازاي، ده هيأثر على الديزاين بتاع الابليكيشن بتاعك. الديزاين المقصود بيها كود، مش المقصود بيها الفرونت اند يعني، وهيقدم ويحسن من البرفورمانس بتاعته زي الكاشنج والكلام ده. والبرفورمانس هنا معناها الاداء بتاع الابليكيشن بتاعك، وهيأثر هنا على طريقه تصميم الكود اللي هي مقصود بيها الديزاين بتاع البرنامج بتاعك. وصدقني ده هيبقى مهم جدا 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 بالنسبه لك في المستقبل، تمام. طيب خلينا نبدا كده بالراحه ونفهم الجزئيه دي، ونفهم حاجه اسمها السيرفر ريكويست، تمام. خليني اقول لك ان احنا بنتكلم عن حاجتين، الكلاينت والسيرفر، زي ما اتفقنا وعرفنا في الفيديو طبعا في البلاي ليست الثانيه، تمام. الكلاينت هو الجهاز بتاعك او الكمبيوتر بتاعك، والسيرفر هو جهاز الكمبيوتر الكبير، تمام. ولما بنتكلم هنا عن الكلاينت فاحنا بنقول انت يعني الانترنت، موبايل ابلكيشن بتاعك، اللابتوب، الكلام ده كله. وقمت فاتح كده الفايرفوكس او الكروم بتاعك وقمت كاتب اي حاجة، فيسبوك مثلا، جوجل، الكلام ده كله، فانت عارف تحديدا تحديدا ان هو لما بيدخلك على الموقع ده، فالموقع ده بيوصلك بصفحة، الصفحة دي اللي هي index.php مثلا، تمام. طيب الطريقة دي لطيفة جدا، بس هو هنا ما بتشوفهاش، يعني انت ما بتشوفش الحكاية دي. يعني ايه ما بتشوفش الحكاية دي؟ ما هو طبعا الصفحة الرئيسية دايما اللي بتكون موجودة بتكون هي صفحة اساسية اسمها وليكن مثلا اندكس، واحنا عارفين ان طبعا زي ما شفنا في الفيديو ان صفحة الاندكس هي الصفحة الاساسية اللي اول ما بيفتحها بيفتحها على طول. يعني انا لو عندي اندكس بي اتش بي على موقع مثلا اسمه فلان دوت كوم، تمام، مش محتاج ان انا اقول له سلاش اندكس دوت بي اتش بي، لان هو بيعتبرها صفحه رئيسيه فبيشيلها لكن بيفتحها لك هي، تمام. فاذا انا عرفت دلوقتي ان ده اللي بيحصل في المتصفح بتاعي، فخلينا كده نعمل نقول ان ده المتصفح، تمام. خلينا نيجي كده نعمل اي لون مثلا موف ونقول ايه ده المتصفح بتاعي، تمام. وهقول له يا عم المتصفح، انت لما بتفتح لي الموقع ده الصفحة البي اتش بي دي ايه اللي بيحصل فيها، تمام. فيقول لي بص والله انا الاول بتشيك طبعا على الانترنت كونكشن، انت في انترنت، ان انت في طبعا ريكوست رايحه ريكوست جايه، بس اللي يهمنا في الموضوع ده كله الكود فايلز، ملفات الكود، تمام. انا تهمني كمتصفح قوي، وملفات الكود هنا مقصود بيها HTML CSS جافا سكريبت، تمام. طيب ملفات الكود دي علشان يرندر بيها كده الداتا اللي جايه من السيرفر. طيب والسيرفر دي بقى بيجيب الداتا منين؟ واحده واحده كده. خليني اقول لك ان السيرفر بالنسبه لك،
تمام؟ كمثلا المحل على اخر الطريق، محل انت كده بينك وبينه طريق، بينه وبين بيتك، وعايز تشتري منه حاجه، تمام؟ طيب كويس جدا. فالسيرفر ده لو انت اتصلت بيه وكلمته عمليات الاتصال زي ما خدناها، تمام، وقال لك خلاص تمام ماشي، فده كده بعت لك قال لك ايه اوك، تمام، يعني بعت لك مت اوك وقال لك خلاص انا هديك الاوردر ده. الاوردر ده اللي هيوصل لك اللي هي الداتا، تمام. ايه اللي حصل بقى هناك؟ اللي حصل هناك ده بقى اللي هي البي اتش بي ريكوست، تمام. طيب يعني براوزر قام رايح مكلم الويب سيرفر، تعالى بقى نعمل كده، وقام ايه خبطه خبطتين وقال له انا رايح اطلب اليو ار ال الفلاني، تمام. والله البراوزر بعت له كده اهو، بعت للويب سيرفر ريكوست وقال له والله انا عايز البتاع الفلانيه دي، تمام. قام الويب سيرفر هنا هو اللي بيحدد بقى، تمام، الريكوست دي رايحه لمين، تمام، رايحه للملف بتاع اليوزرز الاعضاء، يعني رايحه لملف ايه، رايحه فين بالظبط، هو اللي لازم يحدد ده. فيوم جاي الويب سيرفر يكلم، يعمل مكالمه كده كول، يقول له يا بي اتش بي انتربريتر، انتربريتر معناها مترجم، وبي اتش بي هي البي اتش بي، فاحنا هنا بنتكلم عن مترجم بي اتش بي، وده ليه طبعا سيشن خاصه بيه، تمام، هنتكلم عنها ما تقلقوش، تمام. طيب فبيقول والله يا بي اتش بي انتربريتر انا جاي لي كده اوردر بايه، بصفحه الاندكس دوت بي اتش بي او يكن اي حاجه دوت بي اتش بي، ويبصيها لها يقول له بص الملف ده اهو جوايا في الخزنه بتاعتي، خد اتعامل بقى معاه، طلع لي الاوت بوت بتاعه، شوف انت بتفهمه بعض ازاي. قال انا مترجم بتاع اللغه اصلا فانا افهمه براحتي. يقوم واخد الملف ده تحت هنا كده يعمل له كذا عمليه مع بعض. اول عمليه بتكون عمليه الريد، ان هو يقراه، تمام. يبقى اول عمليه عندي هي عمليه القراءه. طيب خلينا نلونها بالابيض سريعا سريعا كده، تمام. طيب بعد ما بيقراه ايه اللي بيحصل تاني؟ تمام، بيبتدي بقى ان هو يعمل له عمليه تحليل، تمام، او البارس اسيستنس، او زي ما بيقولوا يعني عمليه البارس، تمام، واللي بيخضع فيها ان هو يحلل الايه الداتا دي، تمام. فانا اقوم واخدين دي كده وحطينا هنا زي اللي فوق ونقول بارس، تمام. طيب ده مثال تفصيلي بسيط يعني، تمام، مش تفصيلي، لان التفصيلي بيحتاج طبعا شرح وكلام اكتر من كده. طيب بعد ما بيعمل له عمليه التحليل دي تحديدا، بيقوم شايف الملفات اللي معمول لها انكلود جواه، يعني مثلا ملف البي اتش بي ده جواه ملفات تانية ولا لا، لو جواه ملفات تانية، لان احنا طبعا ملف البي اتش بي نقدر يعني نحط جواه ملفات بي اتش بي تانية، وده طبعا اللي هناخده قدام. فيبتدي ان هو يعمل معاها نفس الموضوع ده، تمام، ويبتدي ان هو يحللها هي كمان. بعد كده بيبتدي ان هو يعمل عملية اكسكيوت، تمام، اللي هي عملية التنفيذ بالطريقة دي كده، نحط السهم ده هنا وناخد ده ونقول اعمل لنا عملية الاكسكيوت، تمام. يبقى اذا عندي اول حاجة بيقرأ، بعد كده بيحلل، بعد كده بيحلل الملفات اللي موجودة جواه، بعد كده لو في يعني، بعد كده يعمل عملية التنفيذ. بعد بقى ما يعمل عملية التنفيذ دي، عايز اقول لك كويس جدا ان هو مجرد ما بينتهي في نفس الثانية بيرجع الاوت بوت ده لمين؟ بيرجع الاوت بوت ده بقى للراجل اللي عمل له كول في الاول، اللي هو اصلا طالب منه الحكاية دي، قال له بص انا ظبطت لك الملف ده وعملت فيه واحد اتنين تلاتة، هيقول له ايه بقى، انا ماليش دعوه انت عملت فيه ايه، انا عايز حاجه واحده بس، الاوت بوت اللي طالع منك. يقوم باعت له الاوت بوت او الناتج النهائي. فلنفترض ان ملف بي اتش بي اللي موجود عندي هو ملف بيحسب 1 زائد 1 يساوي كام، 2 مثلا، فيقراه بعد كده يحلله الملفات اللي جواه ويعمل له اكسكيوت، فيجي هنا يقول له 2 بس كده، تمام. فبعد كده الويب سيرفر مجرد ما ياخد برضو الحاجه دي يقوم باعتها على هيئه حاجه اسمها ريسبونس زي ما احنا عارفين، لمين بقى، للبراوزر، تمام. يوم براوزر واخدها بقى حاططها في HTML، يحطها في CSS، يحطها في اي حاجه، المهم ان هو بيعمل لها كونفرت ويحطها مع الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها، تمام. طيب الحكايه دي بتفكرني بحاجه بسيطه جدا، الحاجه دي يا شباب اسمها الباش سكريبت. طيب الباش سكريبت ده
في وقت من الاوقات او لحد دلوقتي طبعا على لينكس او على يعني عموما في اي نظام تشغيل، هو عباره عن ايه؟ حاجه بتتنفذ. يعني لو قلت له سي دي تشينج دايركتوري بينفذه، ال اس ليست دايركتوري بيعرض للحاجه، بياخد الامر ينفذه، امر امر ينفذه. طيب فالحاجه دي اصلا هي ليها علاقه بالسكريبتنج، تمام؟ ولما اقول سكريبتنج او سكريبت معناها نص، او سكريبتنج معناها البرمجه النصيه اللي هو حاجه بتتنفذ بالنص. طب يا عم انت بتقول لي ليه الكلام ده؟ ما هقول لك، البي اتش بي اصلا مش بروجرامنج لانجويج. طيب امال ايه؟ قال لك البي اتش بي سكريبت لانجويج. طيب قبل ما نفهم اصلا ايه هي البي اتش بي ومحتاجه ايه علشان اخش جواها واخش في الديب كده في الصميم بتاعها، لازم تعرف ان المثال اللي فات ده ينفع على لارفيل وسيمفوني واي ويب ابلكيشن او اي سي ام اس اداره محتوى زي الدوبل او الووردبريس، تمام؟ لان هي مفيش اكتر من ان هي سكريبت، تمام؟ زي الشيل سكريبت او الباش سكريبت اللي احنا اتكلمنا عليها. سكريبت معناها قايمه او ليست من الاوامر بيتم تنفيذها بالتتابع ورا بعض، تمام؟ من قبل البرنامج بتاعها او عن طريق محرك برمجه نصيه، يعني عموما الانجن بتاعها، او زي ما عرفنا ان لغه البرمجه ليها البرنامج اللي بينفذها، تمام؟ علشان تعمل بروسيس معينه او عمليات معينه بطريقه اوتوماتيكيه او اوتوميتنج يعني، تمام؟ يعني اذا البي اتش بي هي سكريبت لانجويج، تمام؟ يعني الويب سيرفر هنا اصلا مش حاجه. يعني ايه مش حاجه؟ اه بالظبط، الويب سيرفر هنا عباره عن ان هو انترميدياتري، تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ طيب الانترميدياري كلمه معناها وسيط، تمام؟ وان هو الويب سيرفر هنا عباره عن هو وسيطه بس، تمام؟ لان هو لاحظت هو خد ايه الكلام من البراوزر واما اديه للانتربريتر، والانتربريتر رجع له الاوتبوت واما رجعه للبراوزر، ما حصلش اكتر من كده. يعني كل مره اليوزر بيحب فيها يعمل حاجه زي كده، تمام؟ ففي كل مره البراوزر بيحتاج حاجه يقوم باعتها للويب سيرفر، الويب سيرفر يكلم الانتربريتر على طول زي ما يكون ايه وسيط بالظبط او سمسار ما بينهم، تمام؟ يعني اي حاجه البي اتش بي سكريبت بيرجعها زي اوت بوت، الويب سيرفر بيرجعها على طول للمتصفح، تمام؟ يعني بالتالي مفيش اي حاجه هنا جديده، هو مجرد وسيط، تمام؟ يعني خلينا نقول تاني، البي اتش بي على طول بيبعت الاوت بوت للويب سيرفر، الويب سيرفر يرجعها للبراوزر، تمام؟ فهنا عايز اقول لك ان الموضوع دوت حل مشاكل كتير جدا، لان ده مش بيحصل مع اللغات التانية. ولما اقول اللغات التانية علشان بس ما يبقاش فيه تحيز او حاجه، خلينا نقول الويب ابلكيشنز العاديه، تمام؟ او تطبيقات الويب العاديه. تطبيقات الويب العاديه دي هي مجرد اللي بتعمله ان هي بتستخدم حاجه اسمها ابلكيشن سيرفر، تمام؟ والابلكيشن سيرفر هنا معناها على سبيل المثال الخادم الخاص بالابلكيشن، زي برضو ما عرفنا في الفيديو. طيب زي ايه الحاجات دي؟ زي التوم كات بتاع الجافا، زي الاي اي اس بتاع الدوت نت، زي الجونيكورن بتاع البايثون، اليونيكورن بتاع الروبي، وهكذا. الفرق اللي احنا بنتكلم عليه هنا هو فرق في الاساسيات، والفرق ده مهم جدا، تمام؟ ومن اهم الحاجات اللي بتفرق ما بين الويب ابلكيشنز العاديه او التقليديه وما بين البي اتش بي ابلكيشنز اللي هي السكريبت لانجويج. طيب يعني عايزك تفهم ان اصلا الويب ابلكيشن هنا او تطبيق الويب جوه خادم الويب، جوه الابلكيشن سيرفر نفسه، تمام؟ مش مجرد ويب سيرفر بينادي السكريبت انتربريتر، لا هو اصلا جوه الايه؟ الابلكيشن سيرفر، تمام؟ في الواقع اصلا الابلكيشن سيرفر بتشتغل زي الويب سيرفر، يعني كانه بالظبط 3 في 1، ابلكيشن سيرفر ويب سيرفر على ويب ابلكيشن كلهم جوه بعض. وده اللي هنعرفه بالظبط في المحاضره الجايه على طول، وهنعرف اهم الفروقات الاساسيه والجامده جدا اللي ما بين البي اتش بي وتطبيقات الويب العاديه، وايه المشاكل اللي بتواجهنا وازاي ان احنا حليناها، وايه اللي يميز البي اتش بي عن اللغات التانيه او اللي يميزها عن تطبيقات الويب التقليديه التانيه. واحنا مش بنعمل مقارنه خالص، احنا بس بنعرف اللغه اللي احنا هنشتغل بيها بتعمل ايه بالظبط، علشان اعرف اللغه دي مناسبه ليا ولا لا، وعلشان كمان لما اكمل في الاخر ابقى فاهم انا شغال على ايه، وابقى فاهم الدنيا دي بتشتغل ازاي، والخطا هنا خطا ايه ومش ازاي ومنين. اشوفكم باذن الله المحاضره الجايه يا شباب، وما تنسوش السبسكرايب والشير واللايك، واخر حاجه الجروب بتاعنا في الديسكريبشن، ولو في اي مشكله طبعا انا او تعليق فانا مرحب بيه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.